السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد من شروحات البوب. وحشتوني يا جدعان. انا عارف ان انا مقصر معاكم كتير في الفيديوهات ومش بلعب ومش بدخل اعمل لكم فيديوهات كتير، بس والله اليومين اللي فاتوا دول كانوا يومين شغل وكان في ضغط عليا جامد، فما كنتش عارف ارد على الناس ومش عارف افتح لكم فيديوهات بصراحة يعني. فخلاص بقى الدنيا ظبطت معايا وان شاء الله هنبدأ من جديد تاني. يلا بينا نبدأ. لو انت صاحبي مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات، ولو انت اول مرة تشوفني حط لايك على الفيديو، اكتب لي كومنت جميل، سايب لك رقمي في الديسكريبشن تحت في الوصف. عايز تتواصل معايا في اي مشكلة عندك، اي حاجة انت عطلان فيها كلمني هساعدك هرد عليك. النهاردة انا عامل ايداع ب 10,000 جنيه، لسه عامل ايداع ب 10,000 جنيه حالا، فهنخش نلعب ب 10,000 جنيه كبداية كده في لاين بيت. طبعا لاين بيت جامد يا جدعان. اللي مش مسجل في لاين بيت وعايز الابليكيشن يكلمني في الخاص في التليجرام او واتساب، هبعت له لينك الابليكيشن البرنامج هيحمله ويثبته. سجل ببرومو كود ايهاب 1 اكس عشان تدخل في المسابقه على سحب على 1500 جنيه. انا هعمل مسابقه في لاين بيت على 1500 جنيه. اللي عاوز يشترك في المسابقه يكلمني، بس الشرط الاول والاساسي لازم تكون مسجل بالبرومو كود. الشرط التاني لازم تشير الفيديو ده في 5 اماكن. شير الفيديو في 5 اماكن، ابعت لي سكرين ان انت شاركت الفيديو في 5 اماكن، واتساب، فيسبوك، تيك توك، اي حاجه هدخلك في المسابقه. كده يبقى انت دخلت على السحب معانا في المسابقه وان شاء الله تكسب معانا. مفيش بقى واحد يخش يكلمني يقول لي ايه والنبي اصلا انا خسران، ابعت لي مش عارف 100 جنيه 50 جنيه ما انا عامل مسابقه عشانك. ادخل في المسابقه، سجل، اعمل اكونت جديد في لاين بيت، سجل بالبرومو كود بتاعي، ادخل المسابقة ممكن تكسب. يعني المسابقة دي معمولة لك، يعني انت هتكسب اكيد ان شاء الله. يعني الناس اللي بتفهم واللي متابعاني هي اللي هتكسب. اي حد محتاج مني اي مساعدة يا شباب يكلمني انا معاه. يلا نبدأ بسم الله كده نشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. هنبدأ اول حاجة في الكوباية، هنحط 320 على كورتين. والله يا شباب انا خسران كتير زيكم. انا حطيت اول مره اصلا ادخل ب 10,000 جنيه لنفسي، فاهمين؟ لو انا مجازفه قلت بقى يا صابت يا خابت. وان شاء الله باذن الله يعني هتظبط معانا. خدنا اول كوبايه صح. بص، هو انا استراتيجيتي في اللعبه دي ان انا بركن كوبايه على جنب ايا كان بقى اليمين الشمال. بحدد كوبايه انا مش هاجي عندها، يعني مثلا ممكن اقول مثلا اللي على الشمال دي مش هاجي عندها، خدت اللي على اليمين هاخد اللي في النص. المره دي جت غلط مش مشكله، يعني انا بحط لها احتمال ان انت حاطه لي كوبايتين بس. يعني انا بقول لنفسي هم كوبايتين مش كوبايه، مش 3 كوبايات، انا بلعب على كوبايتين. المره اللي فاتت انا خدت اللي في النص وجت غلط، المره دي هاخد اللي في النص برضو عشان هي مش بتيجي غلط مرتين ورا بعض، او مش بتيجي غلط 3 مرات ورا بعض زي ما انت شايف. خلاص عوضنا. دور ب 600 تاني، او انت لو ركزت معاها ممكن تكسب يعني، فاهم؟ خليك دايما على الكوبايه الثابته. هناخد اليمين المره دي، اليمين. انا كنت حاسس انها تيجي فاضي. طيب دور ب 1200، اخر دور لو خسرناها هنخرج من اللعبه عشان ما نجازفش. بس والله وحشتوني يا جدعان، وقسما بالله وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يلا بينا دور ب 2000، ادينا الدور ده بقى عشان ايه. اللي في النص اكيد مفيش كلام. تمام يا باشا، 1200 جنيه، حلو اوي، عملنا 1200 جنيه من اول لعبة. بداية مبشرة. الدور ده خسارة ماشي، هو الدور ده ان شاء الله مكسب 640، خسارة برضو. تمام، خد 2500 مفيش مشكلة. ايوه كده، هات دول كمان، دور ب 2500، هات دول بس يا باشا. عملنا ال 14,000، نخرج ندخل قبل دور ب 80 كبداية كده. أول دور قشطة مفيش مشكلة مفيش مشكلة. خد دور ب 320، أيوة ايزي ايزي ايزي. 1200، هات دول
15,000 كمان ضرب 1,200 بس يا شيخ، 15,800 كمان ضرب 1,200 دور كمان. هنلعب دور ب2,500، هاخد دي هاخد دي، عايزين كمان طلع، عاش 6,000 جنيه كده. احنا خارجين كسبانين من اللعبة شباب. خش كراش، هنقفله من 20,000 ونخرج خلاص، مش عايزين حاجة تاني عشان بس مطولش عليكم في الفيديو. كل يوم هعمل لكم فيديو، بس لما تكتبولي لو شفت، لو الفيديو جاب لايكات وجاب تعليقات وشجعتوني، هعمل لكم فيديو كل يوم، هجرب لكم الالعاب اللي انتوا عايزينها كلها، هقول لكم على استراتيجيات، هقول لكم طريقه اللعب ازاي، هقول لكم انت ازاي تلعب. اي حد محتاج برضو ان انا اساعده في اي حاجه، خسران وعايزني اساعده، مفيش اي مشكله يكلمني، بس انا مش بشيل الخساره بتاعت حد. عايزني العب لك مفيش اي مشكله، بس انا مش هشيل خسارتك، تمام؟ انا جليت الدور ده، هنبدأ بأول حاجة كده ب3,000 جنيه. اكس 1.5 ولا حاجة بنسحب، هي جلشت عندي. تمام، خسرنا 3,000 جنيه. يا حول الله يا رب، ليه كده ليه كده ليه ضيعت اللي احنا عملناه؟ يعني مش فاهم انا ليه كده، يا حول الله يا رب. طب ليه كده؟ طيب يعني كنت كسبين الضرب 3,000 ده، هتعمل هنعوض بإذن الله، مش مشكلة هنعوض. حط 1,000 كمان نعوض 3 اللي راحوا دول. احنا كنا 16,000، هي خسرتنا 3,000. اكس 2 كنت عايز اسحب والله، بس مش عارف ايه حصل. تمام، انا هحط له ال 4,000 جنيه، المكسب اللي احنا كسبناه، يا جابت معانا يا راحوا، ايه ونصيبها بقى، وشكلهم هيروحوا. يلا، لا يا جدعان محدش يدخل اللعبة دي وهو معهوش نت، عشان بس هنبقى ايه صراحة مع بعضينا كده. مش مشكلة مش مشكلة، خدنا 10 جنيه. تمام، اضعيف لوني، حلو اوي. تمام، كمان دور كمان دور. تمام اوي، رجعناهم 5، حلو اوي، فزنا تعادل تعادل تاني. خسارة الدور ده ولا مكسب؟ تعادل برضو، خسارة ده، مكسب مكسب، خسارة فوز، خسارة فوز. تمام، دور ودور، دورين. تمام، ركز بس يا صاحبي، شوف هي بتفوزني كام دور وبتخسرني كام دور، عشان لو عملت معاك كده كده انا هخسر دورين ورا بعض واضاعف. هذا اول دور، ادي تاني دور. كنت عايز اضاعف. تمام ماشي، ايوه حلو اوي. احط له الدور ده 640، خدنا الدور، حلو. ننزل لخمسة تاني، كمان دور بقى خسارة، دور ينفض ورا بعض تعادل. حاول مرة اخرى، حاول مرة اخرى، الدور ده انا متأكد ان شاء الله انه هفوز. خدنا الدور، رجعنا، انزل لخمسة، حاول مرة اخرى، فوز فوز، خسارة فوز. شوف هنا هو بيعمل معايا ايه، انا بكسبني دور ويخسرني دور. طيب انا خلاص، انا هخرج من دايز، مش عايز منها حاجة تاني.
عشان بس ما تسحبناش، عشان هي ممكن تسحبني دلوقتي تخسرني كل الفلوس. هنلعب اللعبة دي. اقدر نروح هنحط اول حاجة 200 جنيه. نحط له 400 جنيه. تمام، تكرار ب 400 تاني. كمان دور ب 400. تمام اوكي، 81 اكس واحد طلعت معانا، لسه ما طلعتش اكس واحد. ده هيديك نص، انا تقريبا 40 جنيه. تمام اجمع. خلاص اللعبة دي ضيعت لنا 1000 جنيه، مش مشكلة. هنخش اللعبة دي. نكتم الصوت بس عشان الناس. هو بيقول لك هنا انت لو حطيت 300 جنيه بيديك محاولة زيادة، فانا هحط له 300 جنيه يعني. انا هحط له 300. ادي 200، ادي 60 و20 تاني، وادي 300. وادي الرقم، هناخد اول واحدة طلعت فاضية، تاني واحدة تمام 450، ناخد دي. خسرنا الدور، التقط المكسب. شفت يعني انت لو خسرت بيديك محاولة ان انت تعوض. 300 تاني، ناخد دي تمام، دي بيقول لك يا تلتقط المكسب يا تختار واحدة. انا هاخد واحدة. ماشي حلو قوي. جابت كام بقى؟ مش عارف جابت كام الصراحة، ما جابش، بس هو في مكسب يعني. احنا كنا كام؟ 1000 جنيه، بقينا 1700. حلو اوي، كفو، عاش. هناخد دي، ما جاتش. ناخد دي، عاش، 750. حلوة، وناخد المكسب على كده. رجع مرة اللي احنا خسرناه. هناخد دي، ما جاتش. ناخد دي، ما جاتش. خسرنا الدور ده، نشغل تاني. ادي واحدة وادي واحدة، ما جاتش. ناخد دي، هي تقريبا تيجي دي، ما جاتش. هنحط 300 كمان. خدنا اول واحدة 450، ناخد اللي جنبها. مش فاهم النت في ايه عندي، بفاضي. حلو اوي، 750. هناخد دي، احنا ممكن نلتقط 750 ونحمد ربنا عليهم. باب فاضي، باب فاضي، حلو قوي. هو هيديك كده الصندوقين. هو المرة اللي فاتت جالنا ناخد ده، ماشي طلع فاضي. طب تمام، حلوة اللعبة دي يا شباب، انا متفائل بيها يعني. هنخش قابل تاني عشان نعرف بس نعوض. ايه ده، 11000؟ ايه انت بتهزر؟ دور ب 700، خدنا 1400. كمان دور ب 700، 1400 كمان. انظر ب 700. تمام حلو قوي، نحاول بقى نطلع ب 700 دي. اكس 4 اكس 5، حلو قوي، رجعنا فلوسنا تاني يا شباب. هنضاعف دور ب 2000 جنيه. انا مش متأكد من الدور ده بصراحة،
حاسس انه هيظروفني. حلو ماشي، بقينا 17,900. حلو. لا بتقابل بتعوضني والله يعني شفته الحمد لله انا ما نزلتش عن راس مالي، هنخش الطياره تاني. انا عارف ان انتوا دلوقتي هتقولوا لي يعني انت لسه خسران فيها دورين اصلا، انت ما لعبتش، شايف تخسرك عافيه، داخل تاني تعمل ايه مش عارف، بس انا تقريبا هو النت ظبط عندي شويه فهدخل. انا عايز اخد منها دور، ماليش دعوه. حلو قوي، 9.5، باينه 19,000 يا شباب. احنا خلاص يعني بنقفل التارجت بتاعنا 20,000 ونقفل. اكس 1.5 تاني، يلا بينا يا بنت الكلب. لا لا يا اسطى ما تهزرش. ايوه الله الله الله، يا نهار ابيض يا شباب، الله النت علق عندي. جابت اكس كام؟ الحمد لله اكس 2.5، 25,000. الله بين 25. حلو قوي كده بالصلاه على النبي، ده كده عسل قوي ورضا قوي. طيب يا شباب سلام، اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.